السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي إلى الدرس 13 من سلسلة تعلم البايثون خطوة بخطوة من الألف إلى الياء المستوى الأول. اليوم لقاؤنا مع الدرس الأخير من الدروس المتعلقة بالتعامل مع النصوص، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على العوامل التي تستخدم للتعامل مع النصوص في بايثون، ونبدأ على بركة الله. العامل الأول للتعامل مع النصوص في بايثون هو العامل نجمة طبعا، ويستخدم هذا العامل من أجل تكرار النص عدة مرات محددة اعتمادا على رقم تقوم أنت بإدخاله. إذا أردنا على سبيل المثال أن نعرف متغيرا متغير نصي وسنكتب به العبارة هلو. الآن إذا أردنا استخدام العامل نجمة مع العامل فعلى سبيل المثال سنطبع print، ومن ثم سنكتب ومن ثم نجمة، وسنضع هنا عدد مرات التي نريد تكرارها للعامل وبالتالي إذا وضعنا على سبيل المثال الرقم 3 فإن النتيجة ستكون عبارة هلو مكتوبة 3 مرات، وبضغط على Ctrl Shift F10 تلاحظ تم كتابة هلو هلو هلو. إذن إذا قمنا بوضع سبيس في المتغير النصي بعد عبارة هلو وقمنا ب Alt Shift F10 تلاحظ أن العبارة قد كتبت هلو 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 بين كل منها فراغ الموجود في العبارة النصية. بكل سهولة فإن العبارة نجمة قامت بتكرار السلسلة النصية بعدد مرات التي قمت أنت بتحديدها بعد إشارة النجمة، وهذه بكل سهولة هي العامل ننتقل إلى العامل الثاني وهو عامل النسبة المئوية. يستخدم عامل النسبة المئوية من أجل دمج النصوص، وغالبا ما يستخدم أثناء عرض محتوى أي نص بطريقة مرتبة، حيث يتم حجز مكان في النص للقيم التي تم تخزينها سابقا في متغيرات. ماذا نعني بهذه العبارة؟ يفترض معي أنك تريد هنا أن تكتب هلو، وأيضا تريد أن تكتب اسم المستخدم الذي يقوم بالدخول إلى برنامجك، وعلى سبيل المثال أنت ستقوم بتخزين اسم المستخدم في متغير نصي اسمه على سبيل المثال نيم. هنا أنت ستكتب على سبيل المثال أحمد. الآن تريد أن تعرض اسم المستخدم هلو ومن ثم اسم المستخدم، وبالتالي يمكنك استخدام بهذا الشكل، تكتب هنا هلو ومن ثم تكتب النسبة المئوية ومتغير أو عبارة هي S، وهنا تقصد هلو ومن ثم تقوم بحجز ضمن هذه السلسلة النصية متغيرا اسمه S. الآن تضيف بعد ذلك نسبة مئوية مرة أخرى خارج إشارتي التنصيص وتضع فيها قوسين، ومن ثم تضع اسم المتغير الذي تريد إضافته في كل مرة، وبالتالي أنت تضع هنا نيم. بهذا الشكل عندما تنفذ أمر الطباعة سيعطي هلو ويبحث عن هذه النسبة التي أسندتها في المتغير نيم ويضيفها، وبالتالي ستكون العبارة هي هلو أحمد. ضغط على Ctrl Shift F10 لاحظ معي كيف جاءت العبارة هي هلو أحمد. عندما تريد استخدام أرقام فإنك تحجز بالنسبة المئوية مضافة لها دي، بينما إذا أردت استخدام نصوص فإنك تحجز بالنسبة المئوية وبعدها الحرف S. إذن بهذا الشكل إذا أردنا الآن أن نكتب هلو ونريد أن نضع على سبيل المثال في المتغير نيم رقما وليكن 10، فستكون النتيجة هلو ومن ثم الرقم 10. لاحظ معي Ctrl Shift F10 تلاحظ جاءت هلو والرقم 10. إذن أنت يجب أن تكون أن تضع في الحسبان أنه بعد النسبة المئوية أثناء حجزك لمكان في النص إذا استخدمت الحرف دي فهذا يعني أنك ستستخدم متغير رقمي، بينما إذا استخدمت الحرف S فهذا يعني أنك ستستخدم متغير نصي. لاحظ لو كتبنا هنا في النيم خالد، وأيضا قمنا بكتابة age عمر خالد هو 25 سنة. الآن سنكتب في السلسلة النصية my name is، وسأحجز كما تلاحظ بنسبة مئوية S، يعني أنا أريد أن أضع الاسم هنا فأضع نسبة مئوية ومن ثم S، وبعد ذلك سأقول بعد الاس نقطة
ومن ثم my age نقطتين وسأضع نسبة مئوية و d. هذا يعني أنني هنا أريد أن أدخل متغيرا هو الاسم وهنا متغيرا هو العمر اعتمادا على إدخالات سابقة للاسم والعمر. الآن بعد علامة النسبة المئوية سأضع أن المتغير الذي يدل على الاس هو النيم فاصلة المتغير الذي يدل على العمر هو الايج الذي قمت أنا بتسميتهما هنا. وبالتالي الآن إذا ضغطت Ctrl Shift F10 ستأتي النتيجة My name is Khalid, my age 25. طبعا لم أقم بوضع إشارتي الكوتيشن للاسم خالد وبالتالي لم يتعرف علي على أساس أنه نصي. الآن Ctrl Shift F10 لاحظ معي جاءت العبارة My name is Khalid, my age 25. إذن بهذه الطريقة تماما استخدمنا عبارة النسبة المئوية عندما نريد إخراج النصوص. لننتقل إلى المعامل الثالث للتعامل مع النصوص وهو العامل إن، حيث يستخدم هذا العامل من أجل معرفة ما إذا كان النص يحتوي على كلمة أو جملة معينة فيه، فستكون نتيجته إما ترو إذا كان هذا النص موجود أو فولس إذا لم يكن النص موجود. وبالتالي نعود إلى المتغير A والذي وضعنا فيه Hello my friends. بعد ذلك نريد أن نبحث هل يوجد النص، وليكن أريد أن أبحث هل كلمة my موجودة في A، فأقول my in بهذه الطريقة my in A، وستكون النتيجة إما true أو false باعتبار my موجودة في السلسلة النصية A، وبالتالي ستكون النتيجة true. Ctrl Shift F10 جاءت النتيجة true. أما إذا بحثنا عن كلمة غير موجودة على سبيل المثال our و Ctrl Shift F10 ستكون النتيجة false. إذن بهذه الطريقة تماما نستخدم العامل in للبحث عن كلمة معينة أو جملة معينة في نص نقوم نحن بإدخاله، ويرجع true إذا كانت الكلمة موجودة وfalse إذا كانت الكلمة غير موجودة. العامل الأخير في درسنا لهذا اليوم هو العامل not in، وهذا العامل يستخدم لمعرفة ما إذا كان النص لا يحتوي على كلمة أو جملة معينة فيه، حيث يرجع true إذا كان لا يحوي بينما يرجع false إذا كان يحوي. وبالتالي فإن not in هي عبارة عكسية تماما للعبارة in. لاحظ معي هنا عندما استخدمنا in في البحث عن our جاءت النتيجة false. دعنا نستخدم not in فcontrol shift F10 تلاحظ أن النتيجة true. إذن عكسية تماما، عندما نبحث وتكون الكلمة موجودة سيكون النتيجة false. فمثلا إذا استخدمت الكلمة my وأقول print my not in A، إذا كانت my موجودة فستكون النتيجة false. Ctrl Shift F10 تلاحظ أن النتيجة false. بهذا الشكل أحبتي نكون قد تناولنا العوامل الأربعة للبحث أو للتعامل مع النصوص في بايثون. إلى دروس أخرى دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.